بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع سيباوي.com. وتترجت جيت في السيري ديال الاندرويد اللي غادي نتعرفوا فيه, اللي غادي نزيدو نحاولوا افونسو شويه في لابليكاسيون ديالنا اللي كنا شفنا في الدروس اللي قبل. كنا قدينا لونسومبل ديال لي بوطون, ثم جرينا لاكسيون تاع كل بوطون, ثم قدينا ستيل ديال لي بوطون. دابا حنا هاد لابليكاسيون يقدر ليوتيليزاتور اون فوا يكليكي لا لو بوطون باك ويخرج من لابليكاسيون ديريكتومون. فهاد الدرس هذا غادي نديرو, غادي نبروغراميو على نديفلوبيو اون نوفيل فونكسيوناليتي اللي غادي تخلي ليوتيليزاتور اون فوا يخرج من لابليكاسيون غادي نافيشيو ليه ان ميساج دو كونفيرماسيون. علاش؟ يقدر هو كيف هاد لو سيستيم ديجا كاين في بليزيو ابليكاسيون, كتبغي تخرج كيقول لك هاد الميساج اتونسيون راه غتخرج من لابليكاسيون, واش فريمون بغيتي تخرج؟ وي كيخرجك, نو كيخليك. بحال اللي قلنا ان هذا باش نجيرو داك السيناريو ان ليوتيليزاتور كليكي على باك او ليك تي لابليكاسيون بلا ما يشعر. اذا في هذا الدرس هذا او غادي نشوفوا بزاف الحوايج. اول حاجه اللي هي لا جيستيون تاع ليفينمون, تاع ليفينمون كليك على لي بوطون اللي خارج من لابليكاسيون تاعنا. باغ اكزومبل الا شفنا ليميناتور, هاد لي بوطون هذا حنا بوطون باك, بوطون هوم, كيكونوا دي بوطون في وسط لابليكاسيون. لاحظوا معايا كيكونوا دي بوطون في وسط التليفون, ثم بغيت انا نجيري شي اكسيون او ندير شي اكسيون اون فوا لي يوتيليزاتور كليك على شي بوطون من هاد لي بوطون. غنشوفو هاد لوبسيون. لوبسيون الحاجة التانية اللي غادي نشوفو في وسط الدرس كذلك هي لا نوسيون تاع بوب اب, كيفاش نافيشي واحد البوب اب. ثم غادي نشوفو كذلك لا جيستيون تاع لي زاكتيفيتي, كيفاش نفيرمي واحد لاكتيفيتي مانيولمون او لا نخليها مفتوحة. اذا نبداو على بركة الله ونمشيو بايطاب باغ ايطاب. اذا اول حاجة غادي ندير هو غادي نعرف كيفاش حنا قلنا نورمالمون لي زابليكاسيون الا كنت فاتح شي ابليكاسيون ومن سدا كنكليك على لو بوطون باك او كاتسوبريما او لا كاتفيرما لابليكاسيون. اذا حنا كاول خطوه خصنا نتعرفوا على واحد النقطه, الاندرويد كيجير كيعطينا لا بوسيبيليتي باش نكابتيو او لا باش نيكزيكوتيو شي تريتمون فاش اون فوا لوتيليزاتور كيكليك على شي بوطون في هاد لي بوطون. اذا حنا غادي نيكسبلواتو هاد القضيه, غادي نعرفوا انه ديتيكتيو ان راه لوتيليزاتور كليك على هاد لو بوطون باك او لا كليك على البوطون هوم او لا كاميرا او لا دوز لابيل الى اخره. اذا هذه لو بوين الاولاني. غادي نمشيو حنا قلنا لا باج اللي كتهمنا هي باج موني, هي الباج اللي عندنا برينسيبال في لو كانتان اللي حاطينها في وسط اكتيفيتي موني لاكتيفيتي برينسيبال. طيب غادي نمشيو حنا ما نساوش اننا راه كان ايريتيو من اكتيفيتي, غنمشيو لاخر اللي عندنا ثم غادي نجيو. كاينه واحد لا ميثود ديجا بريديفيني سميتها اون كي. اون كي يعني اون فوا كان ابليكي على كي, الا جينا كاين عندنا اون كي داون, اون كي لونغ بريس, اون كي مالتيبل, اون كي شورت كات, اون كي اب الى اخره. اشنا هما هاد لي ميثود وفاش كينفعونا؟ لاحظنا هما سولون لاكسيون اللي غادي ابليكي ليوتيليزاتور على هاد البوطون. الا لاحظنا ليوتيليزاتور اون فوا باش ندير واحد سيمولاسيون, الا اون فوا كليكيت بهذا الشكل وبقيت مرك هنا راه كاين اون كي داون يعني باقي مكليكي, الا طلقت لها السوري اون كي اب. حنا اون كي ليفينمون فاش كنكليكي هي اون كي داون, فاش كنكليكي اون فوا كنطلق لها السوري يعني اون كي داون. لكن اون كي لونغ بريس فاش كنبقى مكليكي مده طويله. ثم كاينين دي زيفينمون اخرين. حنا اللي كيهمنا في هذا السيناريو ديالنا هو اننا بغينا ليوتيزاتور اون فوا يكليكي, اون فوا كليكي غادي نجيريو نديرو شي تخيطمون. اون فوا كليكي بهذا الشكل هذا قبل, وين فوا كليكي وبالضبط علاش؟ على لو بوطون باك. اون فوا كليكي على لو بوطون باك. اذا نبداو واش غنديرو؟ غادي نشوفو لا ميثود اون كي, وقلنا حنا ليفينمون اللي بغينا نجيريو هو داون. اون كي داون بمعنى اون فوا كليكي ليتيليزاتور باقي ما طلقش يديه من باقي ما في لو كان تاعنا باقي ما طلقناش من لا ستوري او لا باقي ليتيليزاتور ماهاش صبعو على البوطون. طيب دابا هاد لا ميثود هادي اللي هي اون كي داون كتابليكا في كاع لي بوطون كاملين. بمعنى اخر الا جيت انا مثلا درت كليكيت على هادي راه غتعيط على اون كي داون, كليكيت على موني اون كي داون, كليكيت على هوم اون كي داون. هاد لي بوطون كاملين كتابليكا عليهم في هاد كاملين كيعيطوا على هاد لا ميثود اون كي داون. مي حنا في لوكان تاعنا اللي كيهمنا هو هاد لو بوطون باك, بوطون باك اللي كيمكنني باش كان فيرمي لابليكاسيون. انا هذا هو اللي هذا هو اللي بين امبيشي بين دير نخلي لو طرافاي تاع هاد البوطون كيكون سولون البوزوان ديالي. اذا اش غادي ندير هنا؟ هنا جينيرالمون سوا
في جافا سكريبت ولا في لي لونغاج دو بروغراماسيون، لا ماجورتي ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون كل بوطون في الكلافي كيكون عنده واحد الكود كيتسمى كي كود. نفس البرانسيب عندنا في الاندرويد، لي بوطون لي ديسپونيبل في وسط لي زاباراي تيليفونيك كل بوطون كيكون عنده واحد الكود. اذا انا قلت بغيت نجيري لو كان تاع كود باك، غادي ندير واحد لو تيست ان هاد لو كود اللي غادي نكتب ما غادي تيكزيكوتا الا في لو كان تاع ليتيليزاتور كليك على بوطون باك. كيفاش غادي نجيري هاد القضيه؟ كنلاحظوا ان البارامتر ان هاد لا ميثود عندها دو بارامتر، البارامتر الاولاني هو الكي كود والبارامتر الثاني هو ايفن. اذا باش كنعرف انا لو تيب نتاع البوطون اللي كليك على ليتيليزاتور كنستخدم كي كود. كيفاش غندير؟ غادي اف الا كان كي كود ايغال ايغال كي ايفنت كلاس ستاتيك بوان كي كود باك. اذا هاد الكلاس كي ايفنت اللي فيها لونسومبل ديال لي تيب دو كي لي ديجا ديفوس لي زاباري تيليفونيك. اذا اش كنقول هنا؟ كنقول راه في لوكا نتاع لي يوزاتور لك كليك على بوطون باك دير هاد التريتمون اللي كاين هنا. الوغ دابا حنا فهمنا، عرفنا فهمنا الكونسيبت نتاع لي تيب واش كي اب ولا كاين داون، عرفنا كذلك البوان ديال باش نديستانغيو باننا راه كليكيت على بوطون باك وماشي بوطون هوم وماشي بوطون دو ريشيرش ولا كل بوطون عنده كي ديالو، وباش نسبيسيفي ان هاد الكود اكزيكوتا فقط في لوكان تاع كود باك او لا باك لي روتور كنستخدم هاد لو تيست اللي هو كي كود اللي في البارامتر كيساوي لا فالور اللي ديجا بريديفيني. طيب دابا ليطاب الاولى سالينا، ليطاب الثانيه هي غادي نعرفوا كيفاش نجيريو لي ميس لي زالخ او لا لي بوب اب. لي بوب اب راه نفس البرانسيب اللي كاين في البوب اب في لي لونغاج بروغراماسيون اخرين كاين في وسط الاندرويد، كنديفيني لي بارامتر نتاع لي بوب اب وكنافيشيها. اذا كيفاش لا كرياسيون ديال البوب اب في وسط الاندرويد كتكون على هذا الشكل التالي؟ باش نفهموا البرانسيب، اول حاجه فاش كنتعامل مع البوب اب في الاندرويد خصني نكري اول حاجه لي البويلدر، البويلدر ديال البوب ديال ديالوغ. اشنو هو البويلدر ديالوغ؟ هو واحد لوبجي اللي كنعطي فيه كاع لي بارامتر البوب اب ديالي. لاحظوا معايا، بويلدر هو اوبجي اللي كنسبيسيفي لونسومبل ديال لي بارامتر نتاع ديال ديالوغ. اذا نبداو على بركه الله ونكرييو البويلدر ديالنا. بويلدر اش قلت؟ باش نحن باش خصنا نفرقوا بين جوج الحوايج، كاين الالرت، كاين الالرت ديالوغ اللي هو لو ديالوغ اللي كيطافيشا، وكاين البويلدر. البويلدر هو اللي كيمكنني باش كنكريي لالرت. بويلدر كان سبيسيفي في لي زانفورماسيون ومنو او انطلاقا من دوك لي زانفورماسيون اللي كنحدد فيه كنكريي لالرت. اذا باش نكريو لالرت خصني نبدا اولا بالبويلدر. كيفاش برينسيپ هو اللي غنشوفو حاليا؟ اذا غادي ندير alert dialog نسميه مثلا builder او نسميه builder alert point نمسح builder نسميه builder. اذا غادي انستونسي واحد لوبجي builder equal h new alert dialog point builder ونعطيه الكونتكست اللي هو this. اذا اش درت انا؟ انستونسيت واحد البويلدر اللي غنخدم عليه. اذا دابا سبيسيفي لي بارامتر اللي عندي. كاين البارامتر الاولاني اللي هو بوان لو تيتر نتاع البوب اب سيت تايتل، نسميه مثلا نسميه ميساج دو كونفيرماسيون. كاين عندي بارامتر اخر هو لو ميساج لو كونتوني ديال البوب اب اللي هو بوان سيت ميساج. اش غادي ندير فيه؟ فولي فو فريمون كيتي لابليكاسيون، فولي فو فريمون كيتي لابليكاسيون. باش كان تيسي دابا افيشينا لو تيتر الميساج. قضيه اخرى كيكون عندنا توجور واحد لو بوطون كانسل هنا، واش بغيت نافيشي البوطون كانسل او لا؟ هنا جينيرالمون كيكون عندنا 3 بوطون في لي بوب اب، كيكون عندنا 3 بوطون. لو بوطون الاولاني هو كانسل، لو بوطون الثاني هو يس، لو بوطون الثالث هو نو. دونك انا في لو كان تاعي ما غاديش نحتاج الكانسل، غادي نحتاج فقط يس ولا نو. بمعنى واش كنقول ليه؟ واش بغيتي تكيتي لابليكاسيون؟ خصو يقول لنا يس ولا نو. اذا اش غادي ندير؟ خصني ديزاكتيفي لو كان تاع لو بوطون
كانسل. كيفاش غادي نديزاكتيفيه؟ غندير builder point set cancelable égal true égal false باش نديزاكتيفيه. اذا ما غاديش يطيح فيا البوطون دو كانسل. ممتاز. دابا سبيسيفينا لي بارامتر. اش بقاو لنا؟ عطينا تيتخ، عطينا لي بوطون مع التكاشر، بقاو لنا دوك جوج ديال لي بوطون، دوك جوج ديال لي بوطون تاع وي و يس، وي و نو. عفوا، كيفاش غادي نجيرهم؟ غنستخدم توجور builder point set. حنا قلنا يس نو، اذا واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. غندير set بوزيتيف، set بوزيتيف بوطون. اذا هنا غادي سيت لو بوطون بوزيتيف. اشنو لو ميساج غنافيجي فيه؟ وي. واش غادي يوقع في وسط هاد هنا عند سيت بوزيتيف بوطون؟ كاين عدد دو بارامتر. البارامتر الاولاني هو لو تيكست اللي غادي يبان في وسط البوطون. لو بارامتر الثاني هو ليفينمون اللي غادي يدوكلونشا اون فوا لوتيليزاتور اللي كليكي على هاد لو بوطون. اذا حنا ديجا عرفنا كيفاش نجيريو لي زيفينمون بلاص البرانسيب نتاع اون كليك ليست. غادي نديرو ديالوغ انترفيس بوان اون كليك listener. On clique listener. C'est les paramètres pour moi implémenter la méthode. Dialogue interface point on clique listener. Et then, achnia la méthode likenandi public void on clique pour moi radiation paramètres. اشنو هما لي بارامتر اللي كيكونوا عندي؟ كاين عندي لارغيمون الاولاني هو هاد لانترفاس اللي هو ديالوغ انترفاس. نسميو مثلا انترفاس. ثم بارامتر ثاني اللي هو انت دو تيب اونتي. اذا غنأجوتي واحد نجي لهنا هنا انترفاس ديجا مو ريزيرفي في جافا. غادي نعطيها شي سميه اخرى على سبيل المثال، سميها انترفيس. ثم انا خصني نعطي نوبجي، دونك غنستخدم الموكلي نيو. اذا هنا عندي لو دوغون اجوتي لا نوتاسيون اوفرايد. اذا هذا هو البرانسيب. هاد لا ميثود سيت بوزيتيف. اون فوا غادي كليكي لوتيليزاتور على وي، غادي اكزيكوتي هاد لو كونتوني ديال لا ميثود اون كليك. كونتوني تاع لا ميثود اون كليك. حنا في لو كان تاعنا الا كليكي لوتيليزاتور على وي، اش خصنا نديرو؟ خصنا نفيرميو لابليكاسيون. خصنا نفيرميو لابليكاسيون. وكيفاش نقول كيفاش نفيرمي لابليكاسيون؟ يعني هاد لاكتيفيتي الحاليه اللي كاين فيها خصني نفيرميها. كيفاش غادي نفيرميها؟ غادي نقول لاندرويد، نستخدم لو مون نتاع لاكتيفيتي موني اللي خدام فيها حاليا، ثم point this ou là mener directement non. point this allez voir pour moi point finish finish mais je suis penalise finish bach. Et then maintenant demander à l'android bach fermer lien had l'activité une fois il clique à l'utilisateur là yes.